مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. بعد الانتهاء من فيروس كورونا، خطر كبير بيواجه العالم مرة أخرى، بحيث تعود أنفلونزا الطيور للواجهة مرة أخرى بعد اختفائها لسنين. فما هي الدول التي تواجه هذا الخطر؟ هذا ما سنعرضه الآن لحضراتكم من خلال تغطيتنا. البرازيل أكبر مصدر للدجاج في العالم، أكدت رصد إصابات لديها بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وذلك بحسب وسائل الإعلام. فقد قالت وزارة الزراعة أن هناك حالتين تم اكتشافهم بين الطيور البرية، وهو لا يؤدي لحظر على واردات الدواجن البرازيلية، وده وفقاً للمبادئ التوجيهية للصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان. وبالفعل كانت ارتفعت صادرات البرازيل من الدجاج ل 27% في عام 2022، وده لأنه في دول أخرى بتعاني من تفشي الفيروس. وأكدت الحكومة البرازيلية رصد سلالة H5N1 من فيروس الإنفلونزا في طائرين مهاجرين في اتجاه سواحل ولاية إسبريتو سانتو جنوب شرق البرازيل. وبتقع الولايات الرئيسية المنتجة للدواجن في البرازيل في أقصى الجنوب والوسط الغربي. وقالت وزارة الزراعة أنه نظراً لاكتشاف الحالتين في طيور برية، فإن وضع البرازيل كدولة خالية من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى لم يتأثر. وقال ميغيل جولارتي المدير التنفيذي لشركة BRF، وهي أكبر شركة مصدرة للدجاج في العالم، في مؤتمر صحفي إنه لم يفاجأ بحالات الإصابة بإنفلونزا الطيور، وأن الشركة مستعدة لأي احتمال. وأكد أيضا على توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان بعدم فرض أي عضو فيها حظر على الاستيراد بسبب الحالات اللي تم اكتشافها في الحيوانات البرية. أما عن قائمة المستوردين الرئيسيين لمنتجات الدواجن من البرازيل، فهم الصين واليابان وجنوب أفريقيا والسعودية. وكانت الصين حظرت استيراد واردات الدواجن من حوالي 40 ولاية أمريكية، وذلك نتيجة لتفشي إنفلونزا الطيور في المزارع التجارية للدواجن. وأوقفت الأرجنتين صادراتها من الدواجن في أواخر فبراير الماضي بعد ما سجلت أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في قطاع الدواجن بإقليم ريو نيجرو جنوب البلاد، لكنها استكملت التصدير من المناطق الخالية من إنفلونزا الطيور في أواخر مارس الماضي. وبالفعل كان مات عدد قياسي من الدجاج والديوك الرومية والطيور الأخرى في حالات تفشي للمرض في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا. وبينتشر الفيروس في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأسيا أيضا، وتسببت خسائر الدواجن في ارتفاع أسعار البيض ولحوم الديك الرومي بشكل قياسي في بعض المناطق. ومع أنه يمكن للبشر أن يتم إصابتهم بسلالة H5N1، فإن حالات الإصابة به لا تزال نادرة جداً. وقال مسؤولين في الصحة العالمية عن أن خطر انتقال العدوى بين البشر منخفض. أما عن أعراض إنفلونزا الطيور، فهي تشبه الإنفلونزا كالحمى والسعال والتهاب الحلق وأوجاع العضلات، ويعاني البعض من التهاب الملتحمة أو الالتهاب الرئوي. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت تغطيتنا، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.